مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. شرح اليوم هو عن الآيفون وتحديدا عن طريقة تنظيف الرام في الآيفون. قبل أن أشرح لكم عن الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة تفعلون جرس لايك الفيديو. في البداية شركة آيفون تقول أنه طريقة مسح الذاكرة العشوائية فقط، هذه الطريقة ما موجود غيرها. هذه الطريقة طبعا من شركة آيفون، طريقة سهلة مو مثل الطرق اللي موجودة على الإنترنت. أول شيء تروح على الإعدادات، تنزل إلى عام، تنزل على مساحة التخزين. هذه المساحة الكلية 128، المستخدم 95، الفرق بيناتهم لازم يكون 20 إلى 30 جيجا. بعد راح نرجع إلى الوراء وننزل إلى الأسفل، راح تلقي سفاري. راح تدخل على سفاري، تنزل إلى الأسفل، راح تلقي مسح سجل التاريخ وبيانات الموقع. هذا اللي توصي به شركة أبل، تعمل مسح حتى الذاكرة العشوائية تتنظف هنا. وبعدها أني أقول لكم حتى المعالج أنه أيضا يتسرع، راح تدخل على زر رفع الصوت وزر التشغيل، تكبس عليهم سوا زر رفع الصوت زر التشغيل، راح يظهر عندك هذه الشاشة، فقط اعمل إلغاء. وبهذه الطريقة حذفت الذاكرة العشوائية وأيضا سرعت المعالج. هذا اللي حبيت أقول لكم إياه. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديتوا. طالب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، وطبعا لا تنسون أنه دائما حاولوا تعملون إعادة تشغيل أيضا بهذا الشكل وتمرير الإيقاف، وتنتظر فد 10 دقائق أو ربع ساعة وترجع تعمل تشغيل حتى الآيفون يشتغل بصورة صحيحة وأي أخطاء ما يبقى عنده. تحياتي لكم ومع ألف سلامة. بعد ما تطفي الآيفون راح تنتظر فد 5 دقائق وترجع تشغله مرة ثانية، ولا تدخل عليه، فقط تكبس ايدك وتنتظر فد 10 دقائق الى ان يستقر، وادخل عليه ومع الف سلامة.